السلام عليكم. وصل الرئيس هادي اليوم إلى ألمانيا لحضور مؤتمر المناخ. هادي من شهور طويلة لم يخرج من الرياض سوى لنيويورك، واليوم إلى ألمانيا وسط تسريبات وأنباء إعلامية تؤكد أنه رهن الإقامة الجبرية في الرياض. قبل ذهابه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، صرح الرئيس هادي لصحيفة القدس العربي أنه سيعود من نيويورك إلى عدن مباشرة. يبدو أن هذا ما كان يريده الرئيس ولا تريده الرياض، إذا عاد إليها هادي وانحسر نشاطه السياسي حول التقاط صور رسمية مع قادة الأحزاب أو منتخب الناشئين لكرة القدم. إذن تعطيل شامل لمؤسسة الرئاسة، هذا ما تريده الإمارات وتنفذه بالشراكة معها المملكة العربية السعودية. لكن هناك تساؤلات كثيرة، لماذا لا تسمح المملكة لهادي بالعودة إلى عدن؟ هل إرضاء للإمارات كما صرحت أسوشيتد بريس قبل أيام؟ أم أن هادي غير متحمس للعودة بنفسه؟ هل يمثل هادي وشرعيته وحكومته منافسا للحضور الإماراتي في عدن والمحافظات الجنوبية؟ ولماذا لا يعلنها صراحة وهو صاحب الحق والشرعية؟ نطالب الإمارات بمغادرة الأراضي اليمنية. هل سينتظر حتى يقع الفأس في الرأس ويصبح بلا حيلة وقتها؟ أسئلة كثيرة يتساءلها اليمنيون عن رئيسهم الغائب الحاضر في ظل أزمة سياسية وعسكرية وإنسانية هي الأقسى على الشعب اليمني، والتي يفترض أن يخرج عليهم رئيسهم ليخبرهم أنه يتابع على الأقل وسيفعل شيئاً ما. وأخيراً، هل سيعود هادي من برلين إلى عدن؟ أم سيخضع لحسابات اللجنة الخاصة وضباطها؟ أعزائنا المشاهدين، حول تحركات الرئيس هادي الشكلية وغيابه في القضايا الرئيسية التي تهم اليمنيين سوف تكون حلقتنا لهذا المساء، أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وبداية دعنا نشاهد هذا التقرير. تمضي الدبلوماسية اليمنية في حقل شائك يتعقد أكثر فأكثر، كلما قطع اليمنيون شوطا من التحرير يقطعون في ذات الوقت حقولا من الشوك التي يتم زراعتها لما بعد التحرير، فيما يشبه بمكافأة التضحيات اليمنية الضخمة في سبيل مواجهة أدرع إيران التي تهدد أمن اليمن والخليج. حينما كان البردوني يقول واجتماع بإخوتي كانفرادي كأنه يحاكي اللحظة اليمنية مع إخوة لهم من العرب، أعلنوا أمام الملأ أن تدخلهم لأجل اليمن والدولة الشرعية، ثم تركوا اليمن وحيدا يصارع حيتان الابتلاع ومن بينها حيتان التحالف ذاته. الرئاسة اليمنية التي تحولت بفعل تهميش دول التحالف إلى أعجاز نخل خاوية، يقتصر دورها على المناوشات الإعلامية ودبلوماسية شكلية في المحافل الدولية في قضايا هامشية مثل المناخ أو ربما مناقشة الجفاف في حقول الأرز في بلد يعاني أزمة غذائية على مقربة من مخازن أرز الخليج. الضغط الشعبي والإعلامي المتنامي حول تهميش دول التحالف العربي للسلطة الشرعية ومؤسساتها التي تحولت إلى لاعب في دكة احتياط التحالف أفرزت في الأيام الفائتة حضورا شكليا للرئاسة يفسره بعض المراقبين بالاستدراك المتأخر لتفعيل دور الرئيس. لا تحرك جادا من أجل القضية اليمنية، لا تفهم أيضا من قبل التحالف للخصوصية والمشكلة التاريخية للذات اليمنية، ولا تغير في خلق وسائل تعامل جديدة مع الشأن اليمني بمعزل عن رؤية موظف صغير في اللجنة السعودية الخاصة التي تقزم اليمن الكبير. الرئاسة والحكومة هي الأخرى لم تظهر موقفا واضحا بخصوص مهددات حضور الدولة في المناطق المحررة، ولم تكاشف التحالف العربي بشأن التحركات التي تتم خارج أهداف استعادة الدولة اليمنية. ويبدو أن خشيتها من الجلوس على طاولة صراحة مع التحالف العربي سيجعلها تبيع الأرض في شراء السماد، وحينها لا ثمن للعويل. الوعي الشعبي الذي يراقب عن كثب تفريغ مؤسسة الرئاسة من مهامها بدأ يدرك بشكل واضح تقاطع أهداف التحالف مع الشرعية، والتي ليس من بينها استعادة الدولة اليمنية التي يمثل استعادتها حماية لأمن اليمن والخليج. إذن دكتور عبد الباقي، يعني في البداية رئيس هادي تعب مواطنه والمحللون السياسيون والمراقبون للوضع العام في اليمن من مناشدته العودة إلى بلده الذي يموت ربما بكل أنواع البؤس والمحن. الرئيس هادي يذهب لحضور مؤتمر المناخ العالمي في ألمانيا، ما هو تعليقك على ما يحدث؟ هو طبعا من الواضح أن الزيارة جاءت لامتصاص الضغط الإعلامي والشعبي بأن الرئيس تحت الإقامة الجبرية، وبالتالي هذا التحرك إلى
خارج المجال يعني إلى مجال آخر. ألمانيا كانت هي قوة الدفع لآخر يعني آخر من دفع باتجاه التسوية. تلاحظين ألمانيا كانت تقود آخر تحركات ولد الشيخ في فترة سابقة، والآن هناك حديث عن إحياء مبادرة كيري وعن إمكانية العودة إلى تسوية سياسية على الشكل القديمة، وبالتالي هو تحرك باتجاه ألمانيا. ولكن هذا التحرك يذكرني بفيلق القدس الذي اسمه فيلق القدس ويتحرك إلى سوريا. يعني أنت تتحدث عن الشعب اليمني، يتحدث عن إقامة جبرية، عن غياب، ونحن أمام علم. لما نتحدث عن علم اجتماع، نتحدث عن ما يسمى بإدارة الصراع، هناك عمليتين. عملية الإحلال بمعنى أن هناك سلطة انقلابية، هذه السلطة انقلابية في صنعاء، يوازيها ما يسمى بالإحلال. يعني الرئيس لابد أن يكون ظهوره متواتر بما يجعل السلطة الشرعية حاضرة لدى الجمهور في ذاكرته الجمعية بشكل متواتر. هنا نحن أمام سلطة واقعية حاضرة بشكل ومسيطرة، ورئيس غائب وليس لديه ناطق رسمي ولا يعطينا ماذا حدث، ويغيب لأسابيع لشهور، ثم يفاجئنا بزيارة بطيئة وكأننا نعيش مرحلة استقرار وسلام. ثم تأتي ما يسمى بمرحلة ما يسمى الحفاظ على السيادة وممارسته، وهنا مع دول التحالف، لأن أنت لديك إحلال سلطة تساوي إحلال السلطة. ماذا يساوي؟ يساوي يعني حضور متواتر لي تقويض حضور الحوثيين، وهناك ما يسمى الحفاظ على السيادة. نعم. لأن دول التحالف الآن أصبحت هي في الواجهة، هي تغلق المنافذ وتفتح المنافذ، وبالأحرى أن يكون الرئاسة اليمنية هي التي تعلن أنها يعني اتخذت هذا القرار، وهي التي كذا. يعني نحن نلاحظ أن الرئيس قد منح صلاحيته و يعني منح صلاحيته ومنح سيادته المفوضة له لدول التحالف. يعني أنت مقصر في اثنين، جعل دول التحالف هي صاحبة الحرب والسلام وإغلاق المنافذ وتسليم المرتبات والمتحكمة هي المتحكمة، وهذا جعل دول التحالف هي اللاعب الرئيس، وغبت وتركت الحوثيين أصبحوا قوة حاضرة. إذن هناك خطأ دبلوماسية، لا توجد دبلوماسية للرئيس الجمهوري، لا توجد دبلوماسية لا للرئيس ولا حتى وزير الخارجية. نحن لا نسمعه إلا في التويتر وفي وسائل الاتصال الاجتماعي. نحن بحاجة إلى ما يسمى حملة علاقة عامة، وما يسمى بهذه الحملات العلاقات العامة لا يقوم بها بالزيارات، يقوم بها مكتب علاقات عامة يتحرك فيها 20 أو 30 عضو من البرلمان، كم وزير يتحرك في العالم، مش الوزراء العاديين. الوزراء اللي يشتغلوا دبلوماسيين ولهم علاقات وكانوا سفراء بعض الدول. من كان سفير بروسيا يذهب إلى روسيا يستغل تلك العلاقات ويقيم العلاقات. يعني بعض الدولة خليجية مثلا، حتى لا أذكر اسمها هنا، لكن حتى أرسلت وهي ممتاز تعاملت بذكاء، الأكاديميين تحركوا إلى جامعتهم وإلى مراكز الأبحاث لتقديم هذه المظلمة وتقديم. وهذا كان يعني مش فقط السياسيين، حتى الأكاديميين الذين درسوا في الولايات المتحدة الأمريكية ذهبوا إلى مراكز الأبحاث وإلى الجامعات والتقوا مع المفكرين وأعطوا مظلمة تلك الدولة، وهذا صنع فارق. أنت لا تستغل الدبلوماسيين، لا يستغل شيء يعني في نهاية، نريد أكاديميين، دعنا من الأكاديميين. أين 20 عضو برلمان أو سفير سابق في روسيا، في اليونان، في إسبانيا، في الصين يتم توظيفهم بإدارة؟ إذن نحن نفتقر إلى دبلوماسية. هذه الزيارة إلى ألمانيا ذر رمادي في العيون. نحن أليس كان يعني يفترض أن تكون يعني ذر الرماد بعودة هذه ولو زيارة خاطفة إلى عدن كما كان يحدث 2 3 أيام؟ يعني للأسف الشديد إذا عاد، دعنا نكون واضحين، لأن نحن مع السلطة الشرعية هي جسر العبور، لكن نحن عندما نقدم النقد من منظور وطني، من منظور المصلحة الوطنية، وبالتالي لا نخشى لومة لائم في هذا الموضوع. هناك عملية تقويض تدريجي لرئيس الجمهورية. إذا عاد إلى عدن الآن سيكون تحت حراسة اللواء السعودي لحماية المعاشيق والسكن الرئاسي،
والعاصمة عدن بالحزام الأمني والقوات الأمنية الموالية للإمارات. إذن أين حرسه الرئاسي؟ أين شعوره بالاستقلال؟ اثنين، يبدو لي كل العمليات التي حدثت، وأنا أتفق مع التقرير تحدث عن إنهاء هذا التعاون مع الإمارات العربية المتحدة أو إعلان بيان رئاسي شفاف ما الذي يحدث، لأن أعتقد هكذا الرئيس موجود في الرياض ويتم سحب السلطة تدريجيا من لديه وتحويل السلطة الشرعية إلى عدد من الأشخاص الفاقدين الاقتدار في الداخل غير قادرين، لأنه يعطي أوامر مثل من هؤلاء لا يستطيع إصراف مال، لا يستطيع. هو حتى المحافظ عندما قال كان تحدث بتلقائية ولكنه كشف شيئا، قال الرئيس تحدث معي ويقول هل صرفوا لك المال، هل رئيس الجمهورية هل صرفوا لك أم أن أمري هو النافذ، هل صرفوا لك، بما هو يعلم أنه لا ينفذ. ثم أنك كيف تقبل أن تبقى في الخارج لكل هذه الفترة والشعب اليمني يتحدث بوضوح أنه ممنوع من الإمارات العربية المتحدة؟ كيف يمكن لنا أن نثق بك وأنت تخاضع لدولة أنت من وفقا للإعلام أنه هو من أسدعاها لتدخل ثم هذه الدولة تمنعك؟ إذن يبدو لي أن المهمة إذا استمر على هذه الشاكلة فمن الواضح أن كل المؤشرات ما بتقول أن الرئيس ومجموعة الشخصيات التي حوله ستكون مهمتها نقل السلطة إلى مجلس قادم انتقالي يكون أطرافه الحوثيين والمخلوع صالح. وربما الآن هناك تحولات في المنطقة، هناك الآن تحول بمعنى يعني هناك من يجر المنطقة اليمنية نحو أن تكون مخرجات الثلاث المتفق عليها لا تكون لها ما يماثلها بالواقع، بمعنى الحوثيين يرفضون مخرجات الحوار لأنهم يريدون ميدي ويريدون تفاصيل. هناك أصبح واقع جديد في الجنوب، حزام أمني وأمن وسلطة ومجتمع محلي وقيادة حضرمية وسوق قطرة مع الإمارات وميون مع الإمارات وتعز محاصرة، بالتالي سنتحدث عن فيدرالية من إقليمين، ومن هنا سيكون واقع آخر مؤقت بمعنى أنه فيدرالية من إقليمين قابلة يعني أو تكون ضمن الاتفاقية يكون هناك استفتاء في المستقبل. وهذا أيضا بعض الناس الآن في مناطق الجنوبية يقول ويتخذ موقف ضدنا، يقول أن نحن يعني نوقف ضد الحراك. نقول له نحن لا نقف ضد الحراك إذا ما قرر الشعب اليمني فك الارتباط ويحقق مصالحنا، لما لا؟ وإذا كانت الوحدة تحقق مصالحنا لما لا؟ لكن أقول لك أننا سنذهب إلى التجربة الصومالية 30 سنة، لا يجب أن نفهم بعد 30 سنة، نستطيع أن نفهم ونستشرف المجتمعات الحية والمجتمعات التي تؤمن بالفكر الاستشرافي. لا عندما تصنع التلفزيون لا تنطلق من أبيض وأسود، تذهب إلى الملون وإلى الحديث. نحن هل ننتظر نشوف تجارب الصومال تجارب كيف نقوم نرتكب نفس الخطأ؟ نحن نستشرف ماذا يحدث، نقول ممكن لنا أن تحاور لفك ارتباط لوحدة يمنية. قد هناك في مخرجات هناك متغيرات، بالتالي هناك كان توجه سابق حتى إلى قبل الضغط الدولي الحالي وتصاحبيه هناك لقاء بمجموعة اليمن الإصلاح، وهناك تحرك الآن خليجي وتغيير في العملية العسكرية لتحسين الموقف التفاوضي وليس لحسم المعركة، لتحسين الموقف التفاوضي. التفاوض لمن؟ لدول التحالف. أما الرئيس الشرعي أصبح المطلوب منه هو نقل السلطة إلى مجلس آخر هو النائب الرئيس، وبالتالي ما الذي فعلنا؟ سلمنا السلطة برمتها إلى مجلس انتقالي في الجنوب وإلى الحوثيين صالح وإلى حزب الله اليمني وحشده الشعبي. وانظروا يا شعبنا اليمني ماذا يحدث في لبنان عندما حزب الله يذهب إلى سوريا، عندما يصبح حزب الله هو الدولة. نحن عندما يقود تسليم السلاح إلى الدولة سندخل في نفس معمعة بيروت وربما أسوأ. لدينا تجربة، لدينا الصومال، لدينا لبنان وحزب الله ومشكلة السلاح والحريري في السعودية، والشعب اللبناني كل 6 أشهر وهو واقف على منتظر متى سينفجر الوضع. وكيف يمكن لنا أن نقبل لحزب الله اليمني وهو في البحرين يساعد؟ كيف يمكن أن نقبل حزب الله اليمني؟ هل ستوقف السعودية مكتوف الأيدي عندما يدعم حزب الله في المملكة العربية السعودية في المناطق الشرقية سيذهب في دعم السلاح؟ بالتالي نحن أمام لماذا ننتظر؟ لدينا العراق وتجاربه بإحياء السنة والشيعة والثأرات، لماذا نحن اليمنيين لا يكون لدينا منظور سياسي؟ يعني الآن في توجه إلى ستلاحظين تحول بعودة الرئيس بلقاء مع تجمع اليمن الإصلاح، لأنه اتضح أنه
هنالك كان توجه في السابق إلى تنقية المناطق الجنوبية من الشماليين، تنقيتها من كل الجماعات السياسية والدينية التي تحمل مشروع الدولة متعددة الأقاليم بما فيها الجماعات السلفية. قاموا بتعميم المذهب السلفي المدخلي بقيادة هاني بن بريك، قاموا بتصفية أئمة الجوامع حتى يخرجوا الإصلاحيين والسلفيين المعتدلين، والجماعات اللي وقفوا مع المقاومة يخرجوهم من الساحة، يصبح مجلس انتقالي مهيمن. ألغوا كل التيارات للحراك الجنوبي غير المجلس الانتقالي، أحزاب سياسية أختفت، مؤسسة مجتمع مدني أختفت، شخصيات وطنية أختفت. هناك مجلس انتقالي، هاني بن بريك، الزبيدي، هناك أحزاب. الآن أول مرة بعد سنتين ونص الأحزاب السياسية تعيد، وهذا نقول يلا الحمد لله أنه بدأوا بإعمال الفعل الحزبي، لأنه كان عندنا دبلوماسية غائبة لرئيس الجمهورية، دبلوماسية للوزارة الخارجية غائبة، وسمعتها فساد من التعيينات ومن ما نسمعه. الدبلوماسية الناعمة للمجتمع المدني غير موجودة، موجودة الحوثيين. الفعل الحزبي أصبح هو يتماثل مع السلطة الشرعية وهم مستشارين. التدخل الإنساني للدولة، لأنه هناك غير موجود. لأن الإمارات لعبت على ماذا؟ لعبت على الإعاز للموالين لها بعدم توريد الأموال للبنك المركزي، رفض الأوامر. هذا ماذا يحدث؟ سيخلق نقمة شعبية لدى الناس، وهذا ما حدث. هذه الحكومة فاشلة، لا تسلم مرتبات، لا تعيد الصحة، لا تعيد المياه، لا تقدم. هذا ماذا يحدث؟ نفس تجربة الحوثيين، خرج مظاهرة ضد الحكومة الفاشلة والقرعة عشان 1000 ريال. انظروا يا أبنائنا في المناطق الجنوبية، يا أخواننا، ماذا يحدث؟ نفس المخرج هنا ذهب ضد الحكومة عشان 1000 ريال. انظروا الآن الأسعار كيف صارت، وانظروا عندما قال نحن خرجنا من ماذا؟ لا نريد صنعاء، لا نريد أن ندخل صنعاء، نحن أبتلع البلد ونزل إلى عدن وإلى تعز ودمر البلد وهلك. وبالتالي هنا نفس المشروع في الجنوب، سيقول لك أن هذه الحكومة ليست حكومة فاشلة، الحكومة لا تستطيع أن تتحرك في المناطق الجنوبية إلا بإذن القيادة الإماراتية، وعندما تحركوا وتجاوزوا الحدود تم تقطعهم بواسطة جماعات عسكرية. هذه المحافظ عدن لا يستطيع دخول المجلس الانتقالي، محافظ تعز لم يستطع زيارة يعني محطة كهرباء تعز. إذن نعم، إذا اسمح لنا يعني عندما توعز لي، وعندما تصبح أنت تقدم المساعدات باليد الناعمة لهذه الأحمر الإماراتي ومركز الأمير سلمان، والحكومة عاجزة غير قادرة على تدفع المرتبات، وكأن دول التحالف هذه يعني تدفع 400 مليار إلى الأمريكان، ولا تستطيع أن تدفع 2 مليار مرتبات الشعب اليمني، ولا تستطيع أن تحسم المعركة حتى جيشنا الوطني، حتى البنك المركزي أهانوا جيشنا الوطني في 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 ما في في المارب وفي الجوف، عندما يسلموا للقناصة من 7 طلقات نارية ومرتبات متقطعة. لماذا؟ حتى يفقد قيمته الوطنية والإخلاقية، ويصبح الشعب يقول لك هذا جيش، نحن نحب جيش بديل، بديل للجيش المخلوع، هذا جيش غير قادر على الحسم، هذا جيش قيادته فاسدة. ثم ينضم معنا في حوارنا هذا أيضا الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي من القاهرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. أتمنى أنك استمعت قليل من حديث الدكتور عبد الباقي، يعني وضع سيء تمر به البلاد، ومع ذلك يعني هناك من يتساءل هل يعقل أن يحضر الرئيس هادي في كل هذه المأساة التي تعيشها اليمن مؤتمر عن المناخ؟ هناك من يتساءل مناخ ماذا بالله عليك؟ يعني ونحن نتحدث عن مجاعة، عن حرب وحصار، ولا مرتبات، لا أمن، لا شيء في اليمن، وكأن مشكلة البلد هي بسبب الاحتباس الحراري في المناخ. ما رأيك؟ أولاً أنا أفضل أنه ننأى بالوضع، ننأى بالوضع في اليمني وبالحالة التي نمر بها من هذه السخرية. نحن لا نحتاج إلى هذه السخرية على الإطلاق. أنا أعتقد علينا الآن أن نتمسك بالدولة، نتمسك بالاعتراف الدولي بالشرعية، بالحكومة نعم الشرعية. أستاذ علي يعني اسمح لي بالمقاطعة، المسألة لا علاقة لها بالسخرية أستاذ علي، المسألة لا علاقة بالسخرية. نحن نوصف الواقع، نوصف ما يحدث. يعني هل تجد أن ما يحدث هو يمشي في الطريق السوي؟ ونحن أنا أفهم الآن بأنه محاولة نعم تفضل
سنحاول التواصل بك، كان الصوت نوعا ما رديئا من المصدر، إن شاء الله بالمحاولة القادمة يكون أفضل. ربما بدأ الأستاذ علي أنه يعني يرفض مسألة السخرية من الواقع الذي يعني نحن نعيشه، برأيك هل أي سخرية؟ هل نحن نسخر يعني؟ أي سخرية؟ هو لا أدري، أنا يعني الحديث عن عندما نحن سقط العرب وسقطت يعني كل البلدان العربية نظرا للخطاب الإعلامي المهادن، والذي إذا كح الرئيس يقول لك هذه الكحة يعني كانت إيجابية، وإذا افتتح مشروعا فاشلا. نحن عندما ننتقد الرئيس عبد الرب منصور هادي أو وزير الخارجية أو كل الأحزاب، نحن هنا في الخارج، نحن هناك الشعب اليمني يموت، فنخجل جميعا بما فيها نحن عندما نتحدث عن عندما يكون هناك قصف للمدنيين في تعز اليوم، وعندما الناس يأكلون وجبة واحدة، وعندما يكون هناك شعب يمني يتوقف عن الدراسة، وعندما هناك فقط هؤلاء اللي هم بالخارج والذين يستلمون بالدولارات مع السلطة الشرعية ومن دول التحالف يستلمون، هم الذين لديهم شقق في الخارج وهم الذين يعيشون على مرتبات جيدة، وبالتالي هناك شعبنا اليمني يموت، شعبنا اليمني، هل نحن يعني لا نشعر بهؤلاء؟ فلننتقد السلطة الشرعية، فلننتقد الوزراء، فلنقول الحقيقة، هذا أقل ما يمكن أن نقوله. نحن فوضناهم لاستعابة السلطة الشرعية ولاستعابة الدولة. نحن فوضناهم، أكمل جملتي، فوضناهم وما زلنا نحتفظ بحق المساءلة والمحاسبة. نعم. إذن عدت إلينا أستاذ علي، تفضل أكمل ما كنت بدأته. أقول بأن حضور الرئيس إلى مؤتمر المناخ أمر طبيعي جدا، بل بالعكس أنا أحس أنه من الضروري أن يحرص الرئيس على حضور مثل هذه الفعاليات والمناسبات الدولية، لأننا في اليمن نريد فعلا أن نتمسك بشرعيتنا كدولة يعترف بها المجتمع الدولي، بدلا من أن ننجرف وراء النسيان. هذا نوع من التمسك بالدولة، اللي هو المطلب الذي نريد فعلا أن نصل إليه. ولهذا أنا لا أرى أي يعني ما يمكن أخذه على هذه الزيارة وعلى هذا الحضور في فعالية دولية كهذه. نعم. إذن يعني هذا رأيك دكتور أستاذ علي، ردك دكتور عبد الباقي سمعت لي، يعني ربما هذه وجهة نظر أخرى أنه فعلا اعترافا بالشرعية هي تمثل نفسها في المحافل الدولية، دليل أن العالم لا يعترف إلا بهذه الشرعية. إذا كان هذه الزيارة يتيمة، يعني هل معقول رئيس من منذ أن تسرب إلينا أنه هدد في أبو ظبي بأنه إن عادت طائرته إلى عدن سيتم قصفها، وأنه ظل في مطار أبو ظبي لمدة ساعة في حوار دائم وعدل عن رأيه وعاد إلى الرياض؟ طيب حتى لو كان هذه المعلومة خاطئة، أليس بالأحرى أن يثبت لنا رئيس الجمهورية أن هذه المعلومة خاطئة وأنه يستطيع أن يعود لعدن؟ اثنين، إذا كانت هذه الزيارة الألمانية هي واحدة من 20، لكن هذه واحدة بعد ضغط شعبي، بالتالي كيف يمكن لنا أن ننتقدها؟ نحن نتوقع أن يكون في عدن، كيف نستطيع أن نقبله في الخارج؟ نحن نعلم أنه هو السلطة الشرعية والمجتمع الدولي، يعني هناك وثائق دولية، هذا نحن لا نختلف عليه، لكن إذا كان معك ورق، إيش نعمل بالورق حقك؟ يعني أنت عندك ورق في اللي يسيطر في الواقع الحوثي واللي يسطر في وقع المجلس الانتقالي والإمارة تلعب بالداخل، وأنت عندك الشرعية في الورق، خذ حقك في الورق. نحن نريد واحد يأخذ حقه في الواقع في الأرض في مؤسسة صلاحية في رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية لو كان زار ألمانيا وزار عدن وزار يعني كان موجود في عدة عواصم، نحن لن ننتقد، نقول رئيس الجمهورية حاضر. اثنين، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يمثلنا شرعيا ونحن نلاحظ حتى الوزراء غائبين، يعني نحن لا نشاهد وزراء، لا توجد لدينا ما يسمى بشبكة، ما يسمى باستثمار شبكة العلاقات الدولية، بالتالي هذه زيارة يتيمة. إذا أردنا نحن نعلق على أنها يتيمة وإلى ألمانيا، أي واحد يعلق، يا أخي نحن نتوقع أن تكون في عدن، نتوقع أن تكون في تعز. دعني أنقل هذه الفكرة، سمعت إلى فكرة الدكتور عبد الباقي أستاذ علي، يعني دعني أسألك مرة أخرى أستاذ علي، يعني هذه الزيارة ربما فعلا هي تمثل الشرعية أو توضح أن هناك شرعية ممثلة بهذه، ولكن يعني ألا تعتقد أن هذه الزيارة أتت بعد الضغط الشعبي المتسائل عن احتجاز الرئيس هادي في عدن، خاصة بعد ما نشرت وكالة أسوشيتد بريس بأن الرياض تحتجز هادي إرضاء للإمارات، فأتت هذه الزيارة من باب ذر الرماد على العيون؟
الواقع أن الآن أنا أعتقد الآن أي تحامل على الرئيس هو لا يخدم المطلب الرئيسي الذي نسعى إليه كيمنيين والمتمثل باستعادة الدولة. هذا الرئيس هو رئيس الدولة المخطوفة التي نريد استعادتها، ولهذا لا نريد أن نبعث هذا الموقع، ولا نريد أن نقلل من قيمته، ولا نريد أن نضعه موضع السخرية والاستهزاء. ونحن نعرف تماما الوضع القائم في البلد، الوضع القائم في البلد أي كلام عن أنه الرئيس عليه أن يعود إلى عدن وكذا هذا من قبيل عنترية. نحن نعرف طبيعة الوضع الذي فعلا يعني جعل الرئيس يبقى في الرياض. المشاكل لا تحتاج إلى معالجة بتأني وحكمة، لا تحتاج إلى عنتريات و يعني وتصرفات يعني. نعم استاذ علي، فقدنا الاتصال مرة أخرى إلى أن يعود معنا أستاذ علي. يعني هل تجد أن إذا نذهب إلى بريك، اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى دكتور عبد البقيل. لن يعود معنا الاستاذ علي. هل مجرد انتقاد الرئيس هادي يعد تحاملا عليه برايك؟ يبدو لي انه السراري لم يفهم يعني او لا يسمع جيدا ما نحن نتحدث، ويتحدث عن عنتريات. نحن لم نطلب من الرئيس هادي العوده الى صنعاء قبل تحريرها، حتى يكون يعني نحن لن نطلب عنتريات. انت الذي استدعيت السعوديه والامارات الى عدن وقلتم لنا ان عدن محرره وعاصمه مؤقته، نقول لك عود الى المكان اللي انت قلت انه محرر، وانك استدعيت الامارات والسعوديه لحمايتك، وان هناك حزام امني انت سكت عليه، واسسوا نخبه شبوانيه ولم تتحدث، واسسوا نخبه حضرميه وقاعده عسكريه في سقطره من 5000 شخص، وهناك شركة اتصالات ترحب بك من الإمارات، وهناك جزيرة ميون، وهناك مثل الساحل الغربي، وهناك يعني تغيير في النسيج الاجتماعي والعقائدي في عدن، وهناك مجلس انتقالي، وهناك سلطة شرعية بديلا عنك. إيش يعني مجلس انتقالي؟ المجلس الانتقالي الجنوبي والجمعية الوطنية يعني سلطة بدل عبد الرب منصور لإملاء الفراغ، والإمارات لن تسمح له بالعودة لأنها تريد منه فقط وظيفة واحدة، تسليم السلطة هو النائب إلى مجلس انتقالي الحوثي وصالح طرف. ونحن نرفض هذا، نحن مع الرئيس وليس من يقول عن تريات، نحن مع الرئيس الشرعي. إذن أستاذ علي، يعني تحدثت عن يعني أن ما حديثنا عن الرئيس هادي أو انتقادنا له هو مجرد تحامل، هل تجد أن هناك تحامل لمجرد انتقاد لضعف الأداء الذي لمسه المواطن قبل أن نلمسه نحن كإعلاميين؟ يعني سؤال يطرحه الدكتور عبد الباقي ضيفنا هنا في الاستوديو، نحن لم نطالب الرئيس بالعودة إلى صنعاء حتى نقول أننا نطالبه بمعجزة، نحن نطالبه بالعودة إلى مناطق محررة. الجميع يعرف ما هي الظروف التي يعني أبقته في الرياض، لذلك كنا نتوقع موقف حاسم من الرئيس هادي، الخروج لشعبه على الأقل للحديث. هناك صمت مخيب للآمال أستاذ علي، يعني لا تنظر للأمر بإيجابية مفرطة، يعني ألا نستطيع أن ننظر بعين الانتقاد لهذا الأداء الضعيف؟ طيب، نظرا للظروف فعلا التي تمر بها المناطق المحررة من اليمن حتى الآن، أنا أرى أنه من الأنسب للرئيس أن يبقى في الرياض وألا يعني يتسرع بالعودة إلى هذه المنطقة أو تلك. نحن نعرف أن هناك مشكلة قائمة في عدن، ونحن علينا أن نقف من أجل أن نساعد الرئيس في معالجة هذه المشكلة بطريقة سلمية. نعم، ما هي المعالجات التي قام بها حتى الآن ليبقى في الرياض؟ دعني أتفق معك، ليبقى في الرياض خط الفقر و 80% حسب المنظمات الدولية، أوبئة وأوبئة جديدة ظهرت وقديمة وعفى عنها الزمن في أغلب الدول وعادت إلى اليمن بصورة لم يسبق لها التاريخ الظهور من قبل، رواتب لم تدفع للموظفين، حالة أمنية غير مستقرة في المناطق المحررة. ما الذي قدمه الرئيس هادي من الرياض؟ هذا كله شوفي أنت كمان لا تستعجلي بالاعتقاد بأن الوضع إلى هذا الحد من السوء. نعم، الوضع سيء فعلا، ولكن مش صحيح أنه ما فيش رواتب خالص،
ما فيش مش صحيح انه الوضع مزري بالخالص، في صعوبات والمرتبات تصرف ولكن في بعض القطاعات لا تصرف لها. ايضا هناك اشكاليه فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي وهو ممثل للقوى التي قاتلت الانقلابيين وحررت الجنوب. من غير المناسب تماما ان نستعدي او نخلق حاله من العداء الدائم بين الرئيس وبين هذه القوى. علينا ان نعمل من اجل معالجة هذا الإشكال. نعمل نحن أستاذ علي أم يعمل هو؟ يعني هل دورنا أن نظل نجمل يعني كل هذه الأخطاء التي تحدث؟ لدينا تعز نموذج لمحافظة يقال أن أغلبها محررة، غياب دولة مفرط فيها أستاذ علي، لا توجد فيها المرتبات. نعم. إذا تعتقد أن الحرب هي البديل، هي المواجهة المسلحة مع المجلس الانتقالي ومع الحراك في الجنوب هو البديل، من تحدث عن حرب ومواجهه مسلحه استاذ علي؟ مره اخرى الى اجواء 94 وتعودون مره اخرى استاذ علي اذا سمحت انت توجه كلام خطير. نحن لا ندعو لحرب غير مقبول بالجنوب، اسمحي لي يا اختي. لا لكن لا اسمح لي انت تقدم الان انت تقدم تهمه غير حقيقيه. يعني نحن لن نطالب بحرب شبيهه ب 94. اسمعيني اولا، اسمعيني اكمل كلامي. تفضل. اذا كان البعض يعتقد لأنه غير مقبول في الجنوب، عليه أن يحسن صورته إزاء الجنوبيين وألا يدفع نحو معركة أخرى وحرب أخرى تشتعل في الجنوب. يعني الحرب الأخرى لن يعني سيكون معناها يعني فعلا أنه من يدعو للانفصال صار لديه مشروعية كاملة، لأن لا أحد يتفهم مطالب هذه القوى. ولهذا أنا أقول علينا أن نساعد الرئيس في أن يجد حلول ومخارج سلمية للحالة القائمة في عدن، ويعني أن يعني فعلا أن يعني هذه القوى التي تحس بأنها ظلمت تحس أنها استعادت حقها. نعم. وهذا أمر طبيعي. نعم أستاذ علي، ولكن يعني أنت أولا يعني تحدث أننا نطالب بحرب، لم نذكر هذه المسألة بتاتا ولا نريد للأمور أن تخرج عن نطاقها الطبيعي. نحن نطالب بدولة حقيقية موجودة في المناطق المحررة، برئيس يمتلك قراره، بحكومة يعني تفعل خدماتها للناس. من قال أننا نريد حربا أكثر من ذلك؟ يعني يا أختي علينا أن نلجأ إلى الوسائل السياسية وأن نعمل بصبر وحكمة وأن نعالج المشكلات ولا نتعجل يعني الخطوات. هذا الضغط الذي الآن يمارس ويعني على أساس أنه الجنوب خرج من القبضة وأنه صار يتحكم فيه قوة مش عارف إيه، تمام، هذا ليس هو الحل ولن يقودنا إلى الحل. كما قلت علينا أن نساعد الرئيس في إيجاد معالجات سلمية وحل هذه المشكلات، لأن هذه القوى التي الآن يعني كيف يعني ذلك؟ كيف نستطيع أن نساعد بمعالجة سلمية؟ أعطني أمثلة أستاذ علي. حرروا الجنوب اخرجوا منه، كيف نقول لهم هذا الكلام؟ نعم يعني أعطني بعض هذه الحلول السلمية أو المعالجات السلمية التي تود منا مساعدة الرئيس بها. طبعا هي حلول إدارية وتنظيمية وسياسية، المسألة تتطلب حوار، تمام، ويتطلب إجراءات، تمام، ليس استبعاد وإنما يعني احتواء واستيعاب للمشكلات والبحث عن معالجات للمشكلات. نعم. إذن اسمح لي المشكلات السابقة. نعم. أو المشكلات الجديدة. نعم اسمح لي استاذ علي ان اقول هذه الفكره لضيفنا هنا في الاستوديو استاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الباقي الشمسان. دكتور، يعني يجد الاستاذ علي استمعت له انه علينا ان نساعد الرئيس في ايجاد حلول سلميه ومعالجات سلميه. كيف يعني نروح للرياض ننصحه من النوم نقول له نجي نساعدك؟ نحن الان لما نتكلم نساعده، نقول له البلد ضاعت من تحت يديك لانك قاعد في الرياض وكان المفروض تتخذ قرار بإلغاء الحزام الأمني، ترفض النخبة الشبوانية، ترفض ما يحدث في عدن، تتخذ قرارات ينبغي لك. نحن الآن نساعد بهذا الكلام الشفافية، هو لا يساعد الصراري الآن، هو الآن ننتظر لما يعلنوا فك الارتباط ونقول للإمارات أنت تجينا مساعدة، ليش تخرجي؟ خذي سوق قطرة وخذي الجنوب وافصلي تعز واعملي حزام أمني واطرحي لنا قنبلة عقائدية، يعني خلاص أنتم ساعدتونا يا أخي. يعني لا نريد نقول
يذهبوا إلى الجحيم. نحن دولة عربية وهم دولة عربية، لديهم أطماع في ميناء عدن وميناء المخال، يضموه إلى شركة موانئ دبي، يريدون سوق قطر للاستثمارات. لا، لم يجوا من أجل سواد عيوننا. نحن لما طلبنا هذه الدول في إطار يعني الدفاع عن الأمن القومي، نحن الآن نشاهد ما نشاهده الآن، الرئيس يتم تقويض سلطته شيئا فشيئا. نحن الآن نساعد الرئيس بهذا الحديث الشفافية، هو الآن يحاول أن ننتظر حتى تضيع البلد ونحن يعني نتريث. نتريث بماذا؟ نحن الآن نتحدث، نوصل رسائلنا ونقولها بالصوت العالي، نحن مع السلطة الشرعية لأنها الجسر الآمن لعدم انزلاق الشعب اليمني نحو تجربة الصومال أو أي تجربة أخرى. لكن وبالتالي المحبة لا تعني أنني أكون مع الرئيس وأسمعه كلام جميل. أنا الآن أدافع عن السلطة الشرعية، ولن نكون مع الإنقلابيين، ولن نكون مع الحوثي صالح. هناك من يعتقد أن الحوثيين صالح عندما نوجه نقدنا للإمارة والسعودية يحاولون الاتصال بنا يعتقدوا أننا نحن سننضم إليهم. نحن نقول دول التحالف للسعودية والإمارة كلام قاسي، لأننا نشاهد ماذا يحدث، ولكن هذا لا يعني أننا نحن في خندق. الرئيس الجمهورية عندما نقول له أنك ما تقوم به خطأ، بقاءك في الرياض هذه الشهور غير موجود، في لا نشاهدك، لا نسمع عنك، قراراتك بالفاسدين، التعيينات الفاسدة، السفارات التي تقدم تقارير المخلوع والحوثيين، الضعف الإنساني، يعني رئيس حكومة محافظ لا يستطيع العودة. بالتالي نقول للرئيس يعني نحن فوضناك، صارحنا، ما علاقتك في الإمارات؟ نحن نشاهد أن الجنوب يمشي، يعني نقول حرب 94، يعني ننتظر لما الآن يعني تدريجيا منع من المطار، كان بالبداية يزور عدن، الحزام الأمني تقوى، النخبة الحضرمية جت، سيطروا، دفعوا المال، منعوا عنه القدرة المالية أنه يدفع مرتبات، بعدين أصبح الرئيس مقشق، يعني قصوا جناحي. نحن ننتظر لما الرئيس يصبح شخص. إذن أخذ رأيك أستاذ علي، يعني الفكرة أن يعني أنت تطالبنا بمساعدة هادي، لنا 3 سنوات ونحن نتحدث بكثير من الحلول عبر مختصين، عبر محللين، عبر مراقبين للوضع، حلول سلمية كما تفضلت، ولكن للأسف الشديد هادي لا يساعد نفسه ولا يتخذ قرارات توضح يعني أنه ما زال على رأس هذه الشرعية. عدم عودة الرئيس هادي والتي لها أسبابها ولا يتم الحديث عنها، انسحاب الجنوب بهذا الشكل بيد الإمارات والواضح والذي لا نستطيع أن نغالط أنفسنا بأن الإمارات ليست يعني لم تعد بملك الحكومة أو ليست تحت سيطرة الحكومة الشرعية، يعني كل ذلك يعني أستاذ علي، ونحن لا نجد أي تصرف جاد وقوي للرئاسة ولا للحكومة أيضا. طيب، أولا أنا أعتقد بأنه يعني محاولة الدفع بمزيد من الأزمة بين الرئيس وبين الإمارات هو كمان إشكال جديد، وهذا معناه أنه نحن ندفع التحالف العربي الموازن للشرعية نحو التفكك، ونعرف جيدا بأن الإمارات العربية المستحلة تلعب دور مهم عسكري وسياسي، ويعني الآن هي تقدم كمان مساعدات بالغة الأهمية بالنسبة لليمن، والدخول في استقطابات يعني قائمة على أساس المشاكل القائمة بين قطر وبين دول التحالف، أيضا هذا لن يساعد اليمن بأي حال من الأحوال. وأنا أعتقد بأن الإمارات حتى الآن لديها موقف واضح مؤيد لبقاء اليمن دولة موحدة، وهي تؤيد الشرعية، ويعني إذا كان هناك بعض أطراف عندها مشكلة مع الإمارات فينبغي أن تسعى لحل هذه المشكلة وليس الدفع نحو توريط الآخرين. نعم، إذن أعطني أستاذ علي، أزمة شاملة مع الإمارات أنا أعتقد أنه لا يحكم على إطلاق اليمن. نعم، ولن يحقق لها أي شيء. أستاذ علي، يعني ربما شكليا نعم الإمارات مع الشرعية، وربما آخر اجتماع لوزراء خارجية التحالف وأيضا أركان هيئة الدفاع هناك يعني تحدثوا أنهم ما زالوا مع الشرعية وأنهم التحالف أتى لحماية هذه الشرعية، هذا الحديث العام أو الذي يظهر للعلم، لكن لا توجد دلائل تطبق مثل هذا الكلام على أرض الواقع. أعطني دليل يعني على ما تقول بأن الإمارات هي مع الشرعية وأنها تريد يعني استعادة الدولة، وأنا أعطني دليلا واحدا. طيب، أنا أعرف أن هناك بعض الأطراف الشرعية
عندها مشاكل مع الإمارات، تمام، بسبب منهم الأطراف بالاسم، يعني قضايا هي أكبر من القضية اليمنية. أنا أقول إنه هذه الأطراف لا ينبغي أن تجد أن الحل لمشكلتها مع الإمارات هي أن تدعم، أن تدفع بحالة عداء بين اليمنيين وبين الإماراتيين. علينا أن نعمل من أجل حل هذه المشكلة، وأنا أعتقد أن الإمارات ليست متعنتة. يا أستاذ علي اسمح لي نعم لا تحدثني رجاءً أستاذ علي لا تحدثني بمنطق أننا مغيبون عن الواقع لا نهاية له. نعم أستاذ علي، يعني أنت لم تعطني مثالا واحدا على اهتمام الإمارات بالشرعية. سأعطيك أنا أمثلة أنها تقوم بعكس ذلك. وجود الحزام الأمني واختطاف كثير من الشباب، وقفات أمهات المختطفين هناك بدون وجه حق، رفض هبوط طائرات الرواتب لأكثر من مرة، رفض هبوط طائرة الرئيس هادي، الموانئ التي تحت سيطرتها، وربما حديث المعمري محافظ المحافظة أنه منع من دخول المخا، كل هذه الدلائل. وتود أن تقول لي بأن الإمارات يعني أنا عارف ماذا تريد بالضبط. نعم ماذا أريد؟ الحل أن نوافقكم على أن الإمارات تحتل الجنوب، تريد أن نوصل إلى هذه النتيجة؟ هذا غير صحيح. أستاذ علي هذا واقع مفروض علينا وعليك، يعني لا داعي لتجميل. التحالف كله سيتحول إلى متهم، ولهذا أنا أريدكم أن تتصرفوا بعقلانية وبهدوء وبحرص على مصالح اليمن. إذا كان هناك إشكال بين طرف معين، ودعني أقول بوضوح بين التجمع اليمني للإصلاح، نحن طرفنا هو اليمن أستاذ علي، لا يوجد لدينا أي أطراف أخرى، طرفنا هو اليمن، ونحن كنا مع التحالف إلى آخر لحظة، إلى أن وجدنا بأن مساره انحرف تماما، إلى أن سمعت بكاء الأمهات وهي تناشد بإخراج أولادها من الحزام الأمني الذين اختطفوا على حين غرة. يعني نعم أستاذ علي ربما نعم تسمعني؟ أسمعها بس نعم تفضل. الصوت أحيانا يغيب. نعم تفضل الصوت يغيب احيانا، ما يعني الكلام الاخير. انت تريد دليل على ايه؟ على ان الوضع سيء؟ الوضع سيء، انا اقول لكم الوضع سيء. نعم. وهناك مشكله قائمه، وهناك معتقلين، وهذا كله يحتاج الى معالجات بتأني وليس بالمزيد من التوتير. نعم. والاتجاه وصلت خلق اسباب اخرى لتصعيد الصراع. اذا وصلت فكرتك استاذ علي السراري، شكرا جزيلا لك، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره. اذا استاذ الدكتور عبد الباقي، علينا النظر بايجابيه اكثر، علينا ان نتفهم وجهه نظر الاخر، الا ندفع باليمن الى اتون حرب. هل يعني هذا ما يعني يفترض به ان يكون؟ يعني مش عارف انا ايش المطلوب، يعني نحن نهدي الوضع ونحن يعني ننتظر حتى تضيع البلد وننتظر، يعني كل المؤشرات واضحه. نحن لا نقول، لا نتحدث عن يعني الامارات، نقول كطرف هو ان يحاول يوهم المشاهد ان هناك طرف يعني تجمع اليمن الاصلاح. الاصلاح لم يعادل، انا لست اصلاحيا، وهذه التهمة ولا حزبيا ولا أنتمي لأي حزب، أنا أنتمي لليمن وأكاديمي مستقل، لكن الذي عاد الإصلاح هو الإمارات العربية المتحدة التي لديها عداء خاص مع الأخوان. الذي يعادي الإصلاح هو التيار المدخلي المدعوم من بن بريك، الذي ينظر إلى أي جماعة تنتمي إلى أحزاب هي كافرة. بالتالي نحن لا نعادي الإمارات، الإمارات هي من تعادي. الحديث أنها احتلال، نعم احتلال، وأقولها بالفم مليان، أما لا أستلم مرتبات من الإمارات ولا من السعودية ولا من السلطة الشرعية. أقول لك بوضوح هذا احتلال، أقرب إلى سلوك الاحتلال منه إلى دولة استدعيناها لاستعادة أرضنا. الذي يستدعينا ندعوه لأرضنا يكون رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية اليوم أصدر بيان يتحدث عن قصف تعز أو تحدث عن القصف الخاطئ. رئيس الجمهورية هو الذي أعلن، والناطق الرسمي، هل في ناطق رسمي لرئيس الجمهورية أو السلطة الشرعية يتحدث عن عملية عسكرية أو إغلاق موانئ؟ أليس لم يصرح قبل يومين ونائب وزير النقل من القاهرة أنه سيفتح الموانئ، ثم يكتب بالفيسبوك أنهم الإماراتيين منعوا وهو نائب وزير؟ لماذا هذه المغالطات؟ ولماذا نحن لا نريد أن نسقط بهذا الخطاب؟ هذا هو الخطاب الذي يقودنا إلى ما نحن عليه، لا نفتح أطراف غامضة. التجمع اليمني الإصلاح طرف في الميدان اليمني. أنا لست، كثير ناس يحاول عندما ندافع عن الإصلاح نقول لا، ندافع عن الإشتراكي، ندافع عن الناصريين، وأنا أطالب بتفعيل الحركة الحزبية في اليمن، ناصريين اشتراكيين، مؤتمر من الجناح الوطني، فلنعيد المؤتمر الوطني الذي ليس المؤتمرين كلهم يعني مع المخلوع صالح ولا كلهم
مخونة المؤتمرين أيضا فاعل رئيسي، نحن مع المجتمع المدني، لكن هذه المغالطات هذا الرياء. نحن أيضا لو سمحت جملة واحدة، قطر لا علاقة لها، والذي يوحي أنه موقفنا هذه قائم من الصراع في الأزمة. قطر إذا انحرفت عن دعم الشعب اليمني سنقف ضد قطر، لا نخشى أحد. نعم، وعلى الهواء. انتهى وقتنا أستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.